جاتاكم مشاهدينا اليوم بي ات سمارت معي ناتاليا ري. بونجور ناتالي. صباح الخير، كيف كان اليوم؟ سافا وانت؟ ماشي الحال. سافا ينعاد على الجميع، اليوم بعيد الاضحى وان شاء الله يكون خير على الكل. موضوعنا من واحد المناسبة. نعم إيه، حبيت تحكي عن الفواكه المجففة. صح، هلا أكيد بعيد الأضحى دائما في حلو، بس فينا نستبدل الحلو بالفواكه المجففة اللي كمان هي فيها أكيد تعطي نكهة حلو، وبنفس الوقت بتخلينا نتجنب اكيد كثره السعرات الحراريه. لا رح يقولوا لي اليوم عيد بدنا ناكل حلو، مش مشكله، بس رح ضل احكي عن الفواكه المجففه. نعم. خاصه انه هي هلا ممكن انه تكون بديل، وخاصه هلا في كثير مدارس بتبلش اسبوع الجاي، والاهل ما بيقعدوا يعرفوا شو بدهم يبعثوا مع اولادهم على المدرسه. فينا نقول انه الفواكه المجففه مش دخلها سكر اضافي؟ مش كلها. هيدا رح احكي عن هالموضوع، هيدا رح احكي عن شو هي افضل انواع من الفواكه المجففه. عم تقولي في اشخاص يمكن يقولوا انه انا باكل فواكه مجففه، ما عم باكل قطعه جاتو. صح، بس يمكن بالنهايه 100% نفس الشيء. مش نفس الشيء، بس في بعض انواع من الفواكه المجففه بينضاف لها سكر. نعم. وهيدي لازم اكيد ننتبه لها، شو هي فوائدها وكيف فينا نستبدلها، او كيف فينا نستبدل الحلويات بالفواكه المجففه. دونك خلينا نبلش اول شيء نحكي عن اهميه، او بالاحرى خلينا نبلش نحكي عن كيف تتحضر الفواكه المجففه. الفواكه المجففه من كثير 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 زمان بيستهلكوها الناس، لانه اول شيء بتخلينا ناخذ فواكه خارج عن موسمها. نعم. لانه مثل ما بنعرف الفواكه المجففه بيكون مستخرج منها المي، وكل ما كان فيها الفواكه معدل مي اضافي كل ما اكيد ما ضاينت. أكيد. عنا مشان هيك صار في تجفيف الفواكه. في عده طرق تنجفف الفواكه فيها، من اجد الطرق اللي بنجفف فيها الفواكه هي الفريز دراينج، يعني بتتجفف الفواكه على حراره كثير واطيه، يعني كانه نحن فوتناها على الفريزر على درجات او بطرق محدده. وهيدي الطريقه بتخلي كل العناصر الغذائيه بقلب الفواكه. حلو. نحن بنعرف انه اذا بدنا نقارن فواكه طازه وفواكه مجففه اكيد في اختلاف بتكوينها. مثلا المشمشه وقت اللي تكون طازه فيها اكيد مي أكتر. أكيد. بس كمان في بعض الفيتامينات ممكن انه نفقدها. الفيتامينات الوحيده اللي بتنفقد وقت اللي نجفف الفواكه هي الفيتامين سي، فيتامين سي، وكمان فيتامين اللي هي التيامين اللي موجوده بدرجات مختلفه بالفواكه. بقيه انواع الفيتامينات عاده بس تتجفف الفواكه بتضلها بنفس المعدل. دونك نحن مش عم نفقد قيمه كثير مهمه من العناصر الغذائيه بالفواكه المجففه وقت اللي نجففها. دونك بضل فيها فوائد اكيد احسن بكثير من وقت اللي ناكل قطعه حلو، او أوكي. ناكل يمكن سكر. نعم. او شيء بيحتوي بس على سكر. صح. المضاف. بس في شغله كمان، لما ناخذ الفاكهه المجففه شكلها او القياس تبعها صغر. صح. سو هون فينا نفس الـ يعني نفس السعرات الحراريه هي نفسها. يعني انا اذا باخذ حبتين مشمش مجففين او طازه نفس نسبه السعرات الحراريه، بس اكيد بس يمكن ناكل فوليوم تبعها مجفف من طازه. مش بالضروره، لانه الفواكه المجففه لانها ناشفه بنلعوسها اكثر. بتاخذ وقت اكثر. بتاخذ وقت اكثر. صح. وبعدين فيها نسبه حلو اعلى. دونك الاشخاص يمكن اللي عم بيفتشوا ياخذوا هالطعمه الحلو يمكن بيكتفوا بمشمشتين مجففين، فرق ما يكونوا عم ياخذوا مشمش طازه. يمكن ما عم تعطيهم هالقوه الحلو اللي هن عم يفتشوا عليها. هلا اكيد في اشخاص ما بيوقفوا على حبتين ثلاثه، بس هون لازم ننتبه على الحصص. لانه مثل الفواكه الطازه الفواكه المجففه فيها نسبة سعرات حرارية نفسها. مثلا وقت اللي نحكي عن المشمش، بما انه حكيت عن المشمش، حبتين ثلاثة مشمش هي حصة فواكه، بتنعد كحصة فواكه. ملعقة زبيب، عم بحكي ملعقة كبيرة من الزبيب، هي كمان حصة من الفواكه. نعم. وقت اللي نحكي عن التمر، حبتين تمر هن حصة فواكه. دونك ما نفكر انه لانه خففنا مي فينا ناكل اكثر. ننتبه اكيد على قديش معدل نسبة السعرات الحرارية اللي عم ناخذها. التمر فيه سكر اكثر من البلح؟
التمر فيه لأنه هيك بتهيئ لنا صح. هلا فيه معدل اللي هو السكر بيتحول بضل فيه، إذا بدنا نحكي عن كمية الكربوهيدرات بالتمرة أو بالبلحة هن تقريبا ذات الشيء، بس بالتمرة بيصيروا طعمتهم حلو أكثر وبيصيروا available أكثر للامتصاص. يعني ممكن إنه يكون تمرة فيها معدل سكر شوي أعلى من البلحة. هلا هون اللي لازم ننتبه له مش فرق بين البلحة والتمرة، لازم ننتبه له هو الفرق بين أنواع الفواكه المجففة هل بينضف لها سكر. يعني وقت اللي نحكي عن المشمش، وقت اللي نحكي عن الخوخ، وقت اللي نحكي عن التين، وقت اللي نحكي عن زبيب. البلح أو زبيب ما في سكر مضاف. دونك هول أنواع الفواكه المجففة اللي مثل ما هني عم بيتجففوا. أنواع تانية من الفواكه المجففة هون أكتر شيء الولاد بيحبوها هي الفواكه المجففة أول شيء الباريز، كل شيء كرامبري بلوبري، هولي عادة بينضف لهم سكر لأنه هني بتكوينهم فيهم معدل كتير عالي من الماء وتايداينو معنا بيضطروا مظبوط المصانع اللي بتصنع فواكه مجففة من أكيد التوت بالإجمال إنه يضيفوا لها سكر وهون معدل السكر بيصير كتير عالي. المانجا نفس الشيء، المانجا كمان هي من الفواكه المجففة اللي كمان بينضف لها سكر. والموز ما بعرف إذا فينا نشوف صورة الموز، عادة الموز إذا بتنتبهي مش بس فيه سكر مضاف بيزيدوا له بيقلوه. الموز المجفف صح تيحافظوا عليه، وبعدين فيه قرشة بحبوها كمان الأولاد. دونك ما بعرف الصور إذا عم تمروا، بس أنا عم بحط أوفير أمزور صور عن الفواكه المجففة المختلفة. الأناناس كمان بنسميهم كانديد فروتس مش درايد فروتس، في فرق بين الفواكه اللي بينضف لها سكر والفواكه واللي بتتجفف. بعدين هون عندنا الموز، الموز هون مقلي قبل ما يكون مجفف. دونك اذا بدنا ننتبه على نسبة السعرات الحرارية اللي عم ناخدها اكيد لازم كمان ننتبه على قد ايه عم بينضاف سكر واذا في ايه او لا سكر زيت او عم بينقلها. هون الكرامبريز اللي شايفينهم هون مثل ما شفنا في الفواكه الطازة على الشمال، بس فوق على ايد اليمين هي درايد كرامبريز. الدرايد كرامبريز بينضاف لها سكر وهيدي بدنا ننتبه عليها كثير. هلا الكرامبري كثير فيه فوائد، نحن بنعرف قديش مهم خاصة للسيدات للوقاية من التهابات البول. الكرامبري ان كان عصير او حتى فواكه مجففة بضل يحتوي على المواد اللي بتساعد او بتمنع البكتيريا انه تسبب بالتهابات البول. هذا ما بيعني انه منه منيح، بس بدنا ننتبه اكيد على كميه السكر اللي عم ناخذها. الحصه عاده هي تقريبا ربع كوب اذا بدي اقول كمشه صغيره صح وقت اللي نحكي عن الكرامبري. شو فوائد او شو ميزات الفواكه المجففه مثل المشمش والخوخ؟ هن كأنواع من الفواكه، المشمش والخوخ أول شيء بيحتوى على معدل عالي من الألياف. ما ننسى هالشي، نحن وقت اللي ناكل سكر نفس كمية السكر أو ناخد فواكه مجففة نحن أكيد عم ناخد فيتامينات إضافية، عم ناخد ألياف إضافية. دونك المشمش والخوخ هن من أعلى فواكه مجففة بتحتوي على الألياف. الألياف هيدي نفسها هي بالفواكه الطازة؟ صح هي نفسها. هي نفسها، غير عن أنه كثير في دعاية قوية للخوخ المجفف. صح صح، بيساعد بيساعد الامساك. بس ما عن الفواكه الطازه، الفواكه الطازه كمان بتساعد كثير. هلا موسم بعد في خوخ يمكن بالسوق، فينا اكيد نستفيد من الفواكه الطازه وفيها فيتامينات اكثر، بس مش غلط انه كمان نستهلك، خاصه هون انا عم ركز اكثر للاشخاص اللي بدهم طعمه حلو. اضافيه، وللاشخاص كمان للاولاد هلا على المدرسه ليش ما نعودهم ياخذوا فواكه مجففه بداينو هلا بفصل الصيف بداينو اكثر من الفواكه الطازه بالجوتي تبعهم. وغير عن انه مثلا المشمش بيحتوي على معدل فيتامين ا مهم، هو كمان مصدر لبعض انواع من المعادن، من الحديد زبيب خاصة، منا كمان الكالسيوم. دونك صحيح يمكن بنسب منا كتير عالية، بس هن كمان مصدر لهالأنواع من المعادن. هلا الخوخ، ليش الخوخ بيحتوي على بيسهل المعدة؟ ومعروف انه بيساعد لأنه بيحتوي مش بس على أنواع من السكر، بس كمان على السوربيتول وعلى بوليفينول، هن كمان بيساعدوا تيحسنوا حركة الجهاز الهضمي المصارين. ومعروف انه السوربيتول بيسهل المعده. كرمال هيك الخوخ والمشمش هن من الاشياء اللي
بيساعدوا الأشخاص اللي عندهم إمساك بدون ما يمكن يعوزوا قبل ما نعمل الأدوية. بس فينا نحكي على السريع سعرات حرارية تقريباً الحصة إذا عم نحكي عن حصة يعني مثلاً بلحتين أو ثلاث حبات مشمش أو حبتين تين نعم. هن 60 سعرة حرارية منهم كتار وهون كمان بما أنه هلأ مع عيد good snack كمان. It's a great snack مع يمكن كم حبة لوز هن سناك أو ممكن تكون نوع من الوجبات السريعة اللي فيهم يتناولوها الأولاد وصحية وبتعطيهم فوائد غذائية عظيم. قبل ما ننهي البلح عصرية. البلح فيه أكثر معدل مواد مضادة للتأكسد بين الفواكه المجففة دونك مشان هيك مش غلط ناكل بلح بس خلينا بلحتين بس. Thank you, Natalie. نأخذ وقفة مشاهدينا ومنكفي.